وأعود إلى ضيفي الأستاذ ضيف الله الشامي في اليمن، وأطرح عليك التساؤلات التي طرحها الدكتور عايد. هو يتخوف من أن هذا الحراك سيؤدي إلى الانفصال، كيف ترد على هذه التساؤلات التي طرحها الدكتور عايد؟ نحن يا أستاذ عايد، يا دكتور عايد وجميع السادة المشاهدين، نحن رفضنا هذه المبادرة منذ أول لحظة أنتجت فيها، وخرجنا في مسيرات جماهيرية وخرجنا مسيرات حاشدة، ولا زلنا نرفض إلى الآن تلك المبادرة التي أتت، المبادرة الخليجية. أما حديثك عن الرئيس عبد ربه هادي، فهو أتى رئيس في ظل مرحلة حاول فيها المتسلطون وأطراف هذه المبادرة أن يسيروا الوضع لصالحهم، وتحركوا واستمر حراكنا الثوري مستمراً منذ 2011، ونحن مستمرون مع أبناء شعبنا حتى في أيام انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ونحن مستمرون في ثورتنا، رافضين للمبادرة ورافضين للحكومة ورافضين للقرارات التي تمتهن هذا الشعب اليمني وتزيده عبئاً على أعبائه. ولذلك لا يمكن أحد أن يزايد على مواقف أبناء شعبنا اليمني، فنحن أعلناها حتى قضية مؤتمر الحوار الوطني كان دخولنا فيه ليس على أساس المبادرة الخليجية، كان الحوار الوطني بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والأطراف الرافضة للمبادرة الخليجية. وإذا كنت تقرأ تاريخ اليمن صحيح، فبإمكانك أن تعود إلى ما حدث في يعني مؤتمر الحوار الوطني، أنه بني على هذه الأسس. أما حديثه أن اليمن هو مليء بالانقلابات، أنا أريد أن أوجه له سؤال: من كان يدعم هذه الانقلابات ومن صنع هذه الانقلابات؟ أليست دول إقليمية هي التي ساندت الانقلابات في اليمن وحرصت على أن تبقى لها السيطرة والنفوذ؟ من الذي ساند على اغتيال الرؤساء الذين سبقوا علي عبد الله صالح ووقفوا إلى جانبه؟ من الذي ساند في اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي؟ من الذي ساند ودعم القوى التقليدية ودعمها بالمال والسلاح لمحاولة هذه الانقلابات لكي تبقى مصالحها محفوظة داخل هذا البلد ولكي يبقى لها الهيمنة على هذا البلد؟ هذا من جهة. ثانيا، هو يتحدث أننا دخلنا إلى صنعاء عبر الدبابة وعبر السلاح. نحن توجهنا إلى صنعاء بطريقة سلمية بحتة، ووجهنا بالرصاص الحي، وكانت هنالك تم استجلاب عناصر كثيرة وآلاف كثيرة من العناصر الداعشية والتكفيرية إلى وسط العاصمة صنعاء. طيب. لمواجهة المتظاهرين والمعتصمين، وتم الاعتداء عليهم على مرأى ومسمع من العالم ومن القنوات الفضائية. ولذلك كان لابد من مواجهة تلك الأيادي الإجرامية بقوة السلاح، لأننا لم نعد نسمح بأن يراق هذا الدم اليمني، فقد أصبح دما غاليا. طيب. وأصبح دما ثمينا لا يقابله أي شيء. ولذلك كانت القضية مرتبطة بقيادة الفرقة الأولى مدرع المتمثلة في الجنرال علي محسن الأحمر، المطلوب الآن للشعب للعدالة، والذي هو الآن يعني هاربا من وجه العدالة، وثار هذا الشعب ضده، لأنه هو من سخر كل أملاك الشعب وسخر جيش هذا البلد وسيطر على القوى العسكرية ووجهها إلى صدور أبناء هذا البلد. فكان لابد من انتفاضة شعبية تطيح بهذا النظام، بهذا يعني بهذه القوة العسكرية التي تسلطت على هذا البلد وحكمته لعقود بقوة القمع والإرهاب والقتل والتشريد والاغتيالات. طيب، هناك سؤال وأريد الإجابة باختصار حتى نفسح المجال لأكثر من سؤال: ما هي حقيقة تحالفكم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟ وهناك من يقول بأنكم قد تجنبتم التعرض إلى من هم مقربين منه، كيف ترد على هذه الاتهامات؟ هذه الاتهامات غير صحيحة، ليس لنا أي تقارب وليس لنا أي علاقة. نحن نتحدث عن علي عبد الله صالح باعتباره هنالك مؤتمر حوار وطني تم عقده، وهنالك
بند العدالة الانتقالية قد أفرزت ذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. علي عبد الله صالح لم يتحرك من بعد أن منح الحصانة ضد هذا الشعب اليمني، ولم نشاهد أي تحرك. هنالك عدالة انتقالية نحن وقعنا عليها وتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني، يمكن العودة إليها عند تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولذلك لا يستطيع أحد المراهنة على ذلك. هناك جزئية طرحها الدكتور عايد لم ترد عليها، وهي لماذا لا يقوم السيد عبد الملك الحوثي بالتوجه مباشرة إلى القصر الجمهوري واستلام زمام الرئاسة؟ لماذا الإبقاء على الرئيس عبد ربه منصور وهو لا يملك حاليا حسب رأي الدكتور عايد أي صلاحيات واسعة؟ أنا أستغرب من هذه المحاولة الاستفزازية. نحن أبناء شعب يمني نعرف كيف نتحرك وعلى أي أساس نتحرك. وأنا أقول للدكتور عائد ولجميع الإخوان حتى في الخليج العربي وفي العالم، لا ترمي بيوت الناس وبيتك من زجاج. لذلك نحن نسعى إلى بناء دولة يمنية ديمقراطية مدنية حقيقية مبنية على الشراكة السياسية ولبناء هذا البلد. نحن لم نأتي على ظهر الدبابات لكي نقلب النظام وهم يتحدثون ويريدون فرض واقع كما يسمونه التسوية السياسية والفرض الديمقراطي في اليمن. سأفسح لك المجال. وسلطنات وإمارات ودول لا تؤمنون حتى بالديمقراطية، فكيف يمكن أن تريد أن تقلب النظام؟ المجال الآن للدكتور عايد. استمعت للسيد ضيف يقول بأننا في حراك سلمي، هناك مطالب محقة للشعب اليمني، لماذا تحويل الأنظار عن هذه المطالب العادلة والمحقة للشعب اليمني وجعلها قضية صراع على السلطة وتصويرها بأنها هي احتلال واعتداء؟ لأنها هي صراع على السلطة. يعني قضية الحقوق، كل يريد الحقوق وكل نؤيد أن يطالبوا في حقوقه، لكن أخينا الفاضل يقول إن والله تحركنا سلميا، دبابات وآليات عسكرية ومدفعية وصواريخ وطيران يرميك ومش قادر يوقفك، تقول لي متحرك سلميا؟ أي سلميا هذا؟ هذا الكلام الحقيقة قد يكون بالانتفاضات والمظاهرات نعم، لكن ما حدث في الأخير الحقيقة هي قوات يعني متجهة لاحتلال مواقع معينة. أما بالنسبة لكلام الاحتلال، أنا ما جبت الكلام من عندي، هذا بن عمر تصريح حديث للشرق الأوسط يقول صنعاء محتلة من الحوثيين. بن عمر هو الوسيط الدولي الذي يقوم بمحاولة إصلاح ذات البين بين الأخوة اليمنيين، واللي يعني وقعوا اتفاقية الشراكة تحت إشرافه، سلموا الشراكة تحت إشرافه. مسألة أنه والله يعني هذه القضية أن مؤامرة إقليمية، يا أخي إيش عندك أنت نتآمر عليك؟ إحنا نبيلك الاستقرار، لا تعتقد إنه إحنا يعني مش حريصين عليك، لأن أنت وضعك الاقتصادية حقيقة غير مريحة، بلد سلاح الناس، بلد الناس سلاح أكثر من بلد القوات المسلحة، يعني هذه قضية صعبة الحقيقة. اليوم لو الآن قلنا للأخ عبد الملك وتولى رئاسة الجمهورية، سيواجه نفس الأزمة وسيواجه نفس الصراع وسيواجه نفس الزحف وسيواجه مثل حصار صنعاء في سبعينيات القرن الماضي ومثل احتلالها في هذه الأيام. نعم نقول احتلال، لماذا نقول احتلال؟ نعم هم أهل الوطن وما حد ينكر عليهم وطنيتهم، ولكن الحقيقة هناك سلطة لها رمزية اسمها السلطة الشرعية. هذه السلطة الشرعية عندما تحولها إلى مجرد شخص يجلس في القصر الجمهوري لا يستطيع أن يتحرك خارج هذا الوضع، هذا احتلالها. طيب هذا اغتصاب للسلطة. اسمح لي موضوع الحقيقة علي الأحمر، علي محسن الأحمر، علي محسن الأحمر اللاعب الرئيسي في إزعاج علي عبد الله صالح وإسقاطه. أنا ما أتفق مع الاتجاه السياسي لعلي محسن الأحمر، ولكن علي محسن الأحمر هو الحقيقة يستند إلى ثقل قبلي هائل، وسوف يعني يعود مرة ثانية للصراع وندخل في المتاهة من جديد. ما هذا الوضع؟ هذه القوة المسلحة لن تحل المشكلة، ستزيد المشكلة تعقيدا. أنا اللي يقول إنه الإخوان الحقيقة
استغلوا هالأوضاع السائدة في المنطقة وانشغال العالم في كل اتجاه، وبالتالي راحوا علشان يفرضوا شروط معينة. هذه الشروط ستعتبر يوم من الأيام باطلة للأسف الشديد، ولذلك ما أمامهم من خيارات إلا التالي: إما أن ينفذوا ما تم الاتفاق عليه وفورا ينسحبوا ويترك السلطة الممثلة برئيس الجمهورية وحكومته يقوموا في مهامهم، أو هم يستولوا على السلطة مثل ما استولوا السابقين. الانقلابات اللي تحدث عنها وقال إنها من دول الإقليم، هل هناك دول إقليم أو عالم يستطيع أن يحركك إذا ما كان عندك أحد يتحرك؟ عطني انقلاب واحد، انقلاب 1962، إذا أنت منزعج أنه طاح بالإمامية وخلق الجمهورية، أنت مفترض أنه العكس، يعني هذا 1962 عبد الله السلال وجماعته. ثم انقلاب حسن العمري الذي أتى بالقاضي الأرياني وأيضا مجموعة أخرى وحكموا، ثم المرحوم الحمدي الحقيقة والذي كان رجلا وحدويا، ولكن ظروف الوضع اليمني أغتيل وأسبب حرب في الجنوب وصراع وإلى القضية شائكة. ولذلك نقول لأخواننا في اليمن، إذا إن إحنا بنعتمد على قوانا التقليدية سواء طائفية أو قبلية، سوف يدخل اليمن في متاهات ولن يخرج منها الحقيقة. وهذا يعني إذا كانوا فعلا يريدون أنه يخرجوا في بلدهم مثل ما يقول إلى دولة مدنية وديمقراطية وإلى آخر، مو بهذه الوسيلة إطلاقا، هذه وسيلة العنف المسلح. طيب دكتور عايد، أنا أسألك يعني بالسياق، أنت تحدثت عن اليمن وظروف اليمن الاقتصادية الصعبة، ونتحدث عن المبادرة الخليجية. السؤال هو: أين هي دول الخليج طوال هذه السنين عن تبني اليمن، استقطاب اليمن، الاستفادة من العمالة اليمنية، اللي وإحنا أطفال نسمع عن أن اليمنيين ناس مخلصين أمينين طيبين كرماء؟ لماذا لم يتم احتواء اليمن وإعطاء فرص عمل لليمنيين حتى تزدهر اليمن، بدل من أن نشركهم فقط في كأس الخليج ونذهب إلى دول بعيدة عن دول الخليج ونحاول أن نشركها في مجلس التعاون؟ دكتور، أنت تعرف أن اليمنيين في الكويت في دول الخليج كلها وبالذات في المملكة العربية السعودية آلاف ويمكن ملايين، الحقيقة أعداد هائلة، والنعم حقيقة عمالة راقية وحبيبة وطيبة وأخلاق وكل هذا الإيجابي فيه. نعم. هؤلاء الإخوة عندما وقف علي عبد الله صالح حليف الجماعة الحالي على الأقل نسبيا يعني، وهو أنكر ذلك، يعني هذا الحكي طيب راح تثبت الأيام. طبعا هذا تحالف مصالح، انا قلت لك انه خاضوا ست حروب ضده، ترى او خاض ست حروب ضدهم. طيب زين، علي عبد الله صالح في اثناء احتلال دوله الكويت من قبل صدام حسين، وين كان موقفه؟ كان موقفه مع الطرف المحتل، مع المعتدي، اوكي. وبالتالي كان هناك رد فعل خليجي انه اللي حقيقه يعني ساندوا الغزو طلب من رعاياهم يغادروا، لكن هذا ايضا يعني يدخل في خانة الظلم. لا موضوع اخر، هذا السياسة حبيبي، هذا على موقف شخص، يعني السياسة ما هي هيئات خيرية. طيب طيب، يعني مثل ما تم مع الفلسطينيين ومع غيرهم، خلي يتحملهم دولتهم ما دام انت ما تبينه، لانه يمثلوا لك مصدر اقتصاد، وبالتالي حصل لهم. نعم، ما عدا ذلك الحقيقة، وانا اذكرك دول الخليج الحقيقة كانت تريد اليمن أن يستقر، وكانت حريصة عليه وتحاول كل جهدها أنها تدخله، وبالتالي أعطت المشوار الأول أنه والله يشترك في بعض المؤسسات والهيئات. لكن يا أخي أنا قلت لك أنت أمام مشكلة كبيرة. أولا بلد الحقيقة اقتصاديا وضعه تعبان جدا، يعني بلد الحقيقة اقتصاديا يبي عمر علشان يتعمر. واحد شيء. الثاني سياسيا ممزق وكل نقاتل الثاني وسلاح كله، بلد قلت لك يعني سلاح الشعب اكثر من سلاح. طيب هذه نقطة مهمة دكتور، هذه القضايا اريد ان هذه القضايا يا دكتور ما تخليك تطمئن انك تأتي بدولة معك وتتحولك الى ايضا على نمطها. طيب وبالتالي طيب، يعني الديمقراطية اللي تحدث عنها صحيح احيانا تجد انتخابات حتى في عهد علي عبد الله صالح، لكن هذه الديمقراطية ما جدت.